يقول السائل: ما حكم من كان على مس من الشيطان أو في وضع جنوني من فترة البلوغ إلى فترة 30 سنة تقريبا، بعدها شفاه الله عز وجل، كيف يقضي الصلاة والصيام؟ ليس عليه قضاء في مدة الجنون، ليس عليه قضاء، لا سيما إذا كان الوقت طويلا، 30 سنة مجنون ما عنده عقل، ما عليه شيء، رفع القلم عن 3، الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنايم حتى يستيقظ، هذا ليس عليه شيء، لكن يحافظ على الصلاة في المستقبل. نعم.